لكم انا كنطالب بحقي، كنطالب بحقي بهاد الدريه هادي، راه اغتصاب وحمل، وكيقول لي وكيهددها، راه شفتو في التليفون كيهددها وكيقول لها 100 و100، وكيقول تيدير لها حاجه بحال الكلبه بحال المشه. واش هاد الانسان هادي ماشي انسانه؟ واش هاد الانسان غيكون نسيبي؟ هذا سيدي كان ديك الساعه كانت معاه بسيمانه مورا رمضان، وكانت معاه بسيمانه وطيح على راسها، ما بقاش كتعقل كاع الدريه على راسها، بقى كياكلها في راسها، كيقول لي انا نشري لك الدار، انا عندي الدار، انا نحيد والديك من الكرا، غادي ندير ليك، وكيغرب الفلوس حتى لقى داكشي اللي بغى. حتى شاف الدريه ولات كتبغي صافي، ما بقاش كتشوف حتى شي حد اخر من غيره هو. ناط قال لها تبتي ليا بان كتبغيني، شرطات يديها، داكشي اللي كتقول هي، انا ما كنعرفوش يا سيدي. تبتا داكشي اللي شرطات يديها، قال لها دابا انا عاد عرفتك راه كتبغيني، عاد دار للدار. ملي دار للدار قالت لك راه اغتصبني، وما قالتهاش ليا، كون غير قالتها لي انا حبس. هي كيهددها بداك الاغتصاب، بقى كيهددها، حتى دار فيها داكشي ما بغى. وهي دابا راه عندها اربعه شهور، دابا حامله عندها 4 شهور. وحنا ديك الساعه قلنا راه المعده حيت كانت فيها تضرر المعده، قلنا راه حنا المعده اللي كضرها، وانتم ساعدتكم، انتم شوفوا كلشي كتشوفوه بعينيكم. حنا انا كنطلب منكم، كنطلب منه يتزوجها ويطلقها ويدير لها وريقه الولده ولا بنتها، يدير لها حل المدنيه. وكنطلب من السلطات، من السلطات وجلاله الملك يشد لنا في حقنا، ويشدنا في حقنا، ويشد فيه الله الحق هو الاول، عاد السلطات يشدوا لنا في الحق ديالنا. انا كنتمنى ليه الحبس، كنتمنى لهاد السيد هذا ما يخرجوش، باش تكون عبره للدريات. حير فحال هاد النوع هذا، الا سكتنا عليه ولا سكت عليه انا ام، والاخرى تسكت عليه، والاخرى تسكت عليه، والاخرى تسكت عليه، حنا عندنا البنيات وعندنا وليدات، الوليدات ولاو تيغتصبوا، عند البنات، عند البنت كتغتصب، الدري كيتغتصبوا، كنسكتوا، حنا ما خصناش نسكتوا. اللي عندها شي، اللي عندها شي ولد، اللي عندها شي بنت تهضر عليها. الله ينصر لنا محمد السادس، الله ينصره، الله يطول لنا في عمره، الله يخليه لينا، الله يجازيه بخير. انا بغيت توصلوا ويشوف الحاله ديالنا، ويشوف الحاله الضعيفه ديالنا، ويشوفنا حنا مقهورين في هذا البيت، اربعه النفوس وحنا فيهم، احنا في اربعه النفوس، مرات الدار كتقولنا حويو، وحنا سيدي ما عندناش فين نمشيو، وحنا بغينا نتقادوا الامور ديالنا، ونصوبوا الامور ديالنا، ولا بقينا نقزوا من بلاصه لبلاصه على حسب الادريس، راه ما غاديش يشدوا معنا حتى شي حاجه، ما يديروا معنا حتى شي حاجه. وانت كتشوف، انت كتشوف محمد السادس، الله ينصرك، الله ينصرك، شوف من حالنا، وقف معنا، واعطينا واخا غير بيت، غير مأوى فين نكونوا، غير فين نكونوا، باش ما يبقاش الانسان اللي مريض الديور يدوروا فينا، ينظرونا نزرو فينا. الله ينصرك، الله يجازيك بخير، الله يسهل ليك، وتوقف ليا مع بنيتي. وانا بغيت بنيتي، كنتمناها، كنتمنى جلاله الملك محمد السادس، كنتمناها، الله ينصرك، بغيت انا بنيتي تمشي تولد غير في السبيطار عادي، وتكون حدايا ونشوفها ونحركها. وانتم انتم سيدي، انتم هو كيعيط لها ثاني، انتم هو كيعيط ليها، انتم كتشوفوا التليفون في يدها، هو كيعيط ليها وكيصوني عليها وكيهددها، انتم كتشوفوا، انتم كتشوفوا على ملاش كيقول ليها، انتم كتشوفوا بعينيكم. انا كنتمنى بنيتي تجي تجلس عندي هنا تولد، تيدوز التلفاز، تيدوز الصوت، كيدوز الصوت، تيدوز التليفون التلفازه، وما كيبغيش يهضر. انا بغيت الله يشد فيه الحق، انا بغيت هذا الشيء يوصل لجلاله الملك محمد السادس، بغيت السلطات يعاونونا، بغيت المحسنين يعاونونا، واخا يعطونا بيت بعدا نحيدو هذا من الكرا. الله يسهل عليكم، الله يطول لكم في العمر. انا مشيت عدو قال لي يلا معايا، قال لي يلا معايا نشوفك والديا، مشيت معاه، طلعني للسطح، قال لي جلس هيا تجي امي وبا، سني جو سد عليا الباب، هز عليا حديده دايره بحال السيف، وضربني هنا وتنفخ ليا العظم، تعدى عليا كيقول لي حيد، وصورني تيفيلميني، كيمرس عليا الجنس وكيصورني وكيفيلميني، كيقول لي واش هذا اللوحه ولا ما اللوحاش، كنطلبو كنترجى، نقول ليه ما تلوعوش، يقول لي لا درتي ليا شي حاجه، ولا شتك في الزنقه، ولا خرجتي على الحانوت وهدرتي مول الحانوت قاد اللوحه، وانا خرجت للزنقه البارح، وقال لي واحد الدري ولد دربنا، قال لي اختي نوال شتك في الفيسبوك تعريانه انت، ولي انا كنطالب يشدوا لي حقي، ويشدوا لي حقي، ويعاونوني المحسنين، ويعاونوني المحسنين، نتزوج ونطلق منه، ويديروا لي ولدي في حاله المدنيه، ولدي ولا بنتي يديروا لي في حاله المدنيه، وتشوف باش يوصل لجلاله الملك ورد لي، ويعاونوني المحسنين. انتم كتشوفوا احنا اربعه النفوس ساكنين في بيت واحد، عاوتاني نعيد زاد الخامس، فين يعيش؟ فين عيش في ربعة البيوت وربعة البيت واحد، فين ربعة النفوس؟ ومن الدار كتقول الوالدة سيري خرجي، بقالك يومين خصك تقلبي على فين تسكني،
وانا مريضه نعسه في الفراش وسمعت ماما كتبكي وكتهضر مع منى ضرنت انا قالت لي واش جيتي لسوقك قلت لها كيفاش السوق على قبلي انا باش تجري على ماما فين حنا نمشيو فين انا نمشيو ما قدناش فين نمشيو الله كيشوف الناس كيشوف انا ما عنديش فين نجي كنطلع في حقي عندنا المكان